مجموعة نصائح أنا ممكن يعني أحكي فيها اليوم لاستخدامنا بشكل عام لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى لأنظمة المعلومات المختلفة. في عندنا اليوم العديد من 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 هذه المواقع بتقدم لي ما يسمى بالتو لايرز اوف اوثنتيكيشن. يعني أنا لما بدي أدخل على هذا الحساب بالعادة مش بس مش فقط يوزر نيم وباسورد، لا ممكن أيضا يكون يبعثوا لي رسالة على الإيميل أو حتى كود يبعثوا لي على التليفون. يفضل اليوم إنه أنا أستخدم طريقتين للتحقق من حسابي، نسميها two ways of authentication. هذه أول نصيحة. إذا كان الفيسبوك موجود في هذه الخدمة، الإنستغرام موجود في هذه الخدمة، جوجل موجود في هذه الخدمة، فيفضل إذا أنا بتعامل مع بيانات حساسة يفضل يعني مثل خلينا نحكي صفحتكم موقع طقس العرب، هذه صفحة الآن عامة وممكن تكون معرضة للاختراق. مفروض الشخص اللي بيعمل أدمن لهذه الصفحة إنه يكون عنده two ways of authentication. اثنين، ما أستخدم نفس الباسورد لجميع حساباتي، سواء كان على السوشيال ميديا، سواء كان بالعمل، سواء كان بالمواقع خلينا نحكي المالية والبنكية، ما أستخدم نفس الباسورد، لأنه إذا أنا تم اختراق واحدة من هذه الباسورد معناته أنا جميع حساباتي تم اختراقها. ثلاث، أختار كلمة باسورد صعبة نوعا ما، ما تكون 1 2 3 4 5 6، لا أنا أو يكون اسمي وتاريخ ميلادي. أختار كلمة باسورد بحيث الأتاكر ما يقدر يتوقع إيش هي كلمة الباسورد، وتكون نوعا ما يعني 10 كاركترز أو أكثر. كمان مهم اليوم إنه أنا إيش المعلومات اللي بدي أحطها على السوشيال ميديا، ما أحط أشياء تكون يعني بتعرف عني كل شيء، لأنه هذا الممكن يتم استخدامه من قبل الفيشنج أتاكرز حتى يشنوا عليك هجمات أخرى. وآخر نصيحة، ما تنشر أي معلومات خاصة فيك، لا الرقم الوطني، لا تاريخ ميلادك، لا رقم الهوية ولا صورة الهوية، لأنه اليوم إحنا كلنا أخي أسامة ممكن باستخدام الهوية الوطنية اللي موجودة معنا أقدر أنا أستخدمها بأي مجال وبأي مكان لغايات يعني أخلاقية أو غير أخلاقية. فهذه النصائح بشكل عام حتى نستخدم هذه التكنولوجيا المتوفرة لنا بشكل آمن.